لم تعد بالمياه، وعادت دليلة وقريبتها عفاف بإصابات بليغة، حيث فقدتا على إثرها أقدامهما. تفاصيل الحادثة المؤلمة التي تعرضتا لها في قرية الشقب بريف محافظة تعز موجعة. خلط البنت عمي شنو الدماء من الخزان، ويوم جمعة قال يلا هيش نسير سرنا لو نكل عند خزان غرفتني أني سبرت عدد قوة خزاني يسمع قرحة قاعدت تنقضني تقول بهاوين دعس الثاني قدري تدعس الثاني قدري من فقير زيت قرق حقي راحة وهذا قاهي مبروش اللحمة حقي أقل بيش نقضنا قلنا له جلس عندك الألغم علينا لاوي لاوي أقل بنت عمي الثالث اشتا نقضنا قلنا له مش تسكي اشتا نقضنا زحفنا زاحفني بنت عمي. في نهار يوم حارق وبعد حصار القرية لعدة أيام من قبل ميليشيا الحوث والمخلوع، قررت الفتاتان كسر الحصار والذهاب لجلب المياه، لكن لغما أنهى رحلتهما الشاقة، حيث انفجر على مقربة من منزلهما أدى إلى بتر ساق دليلة، وهو ما استدعى ابنة عمها عفاف محاولة إنقاذها لينفجر بها لغم آخر أدى إلى بتر ساقها هي الأخرى. ولإنقاذ ما تبقى من حياتهما وحياة أقربائهما واصلتا الزحف كي لا يصاب أحد بأذى نظرا لكثافة الألغام المزروعة في المكان ومحيطه. ولينا نسأب حملتي سارة دواهي سمعته قرحة قلت من هذا قذيفة جيت لي وليت شنقضة قرحت قمبي رحت قمبي وأن كان يضحكوا علينا لاثا مننا الحوثيين يضحكوا زادوا يعملوا قرن رصاص اللي قرحنا قاون فرحين الله لا فتح عليهم ولا سترهم. لم تنتهي تفاصيل هذه الحادثة بعد، فدليلة عفاف أسعفتا إلى هنا، لكن الرعاية الصحية لم تكن على المستوى المطلوب، فتدهور القطاع الصحي في المحافظة عموما بات الخطر الأكبر الذي يهدد حياتهما، فالحالة المتدهورة التي تمر بها الجريحتان تستدعي السفر خارج البلاد وبشكل عاجل لإنقاذهما. مو حالتهم مو صف لك حالتهم، يعني أخس حالة. أنا نشهد المسؤولون ونشهد الحكومة بالفعل هذا الذي يعملوا، نشتي يعني مساعدة زي ما أنت شايف، سواء بياس أي يعني أرجل صناعي للبنات هذين، يعني تثبيت عمل مش نعمل لهن الآن. أنا مو مع بيدي ولا أقدر أعمل حاجة. كثفت الميليشيا من زراعة الألغام في المناطق التي لم تستطع السيطرة عليها كما هو حاصل في أغلب قرى ريف المحافظة، وما هذه الحادثة إلا واحدة من جرائم مؤجلة ربما لمدنيين ينتظرون دورهم في قادم الأيام على غرار ما أصاب عفاف ودليلة. فهل ستجد هاتان الضحيتان لفتة عاجلة لإنقاذهما؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.